السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نأخذ اليوم إن شاء الله موضوع Area of Regions 5.1. أول سؤال قال sketch the region bounded by the graphs of the equations and find its area. وعطاني two graphs y يساوي x كيوب y يساوي x سكوير. y يساوي x سكوير هذا بارابولا، البارابولا نكتب على شكل قياسي y ناقص صفر يساوي x ناقص صفر سكوير. فهنا بارابولا الرأس حقه زيرو زيرو وزيرو، والتربيع على الإكس وإشارة القوس التربيع موجب يصير مفتوح لأعلى، فهذا هو القطع المكافئ واي يساوي إكس سكوير. المنحنى واي يساوي إكس تكعيب المنحنى الأحمر، طبعا يحفظ شكله. ففي منطقة بين المنحنيين مطلوب أيضا مساحتها، المنطقة المحدودة بين المنحنيين هذه المنطقة نبغى مساحة هذه المنطقة المظللة. لإيجاد المساحة نستخدم التكامل المحدد definite integral. عشان نحسب المساحة عندي خيارين، إما أني آخذ شريحة رأسية في المنطقة أو آخذ شريحة أفقية. إذا أخذت شريحة رأسية يكون التكامل دي إكس، وإذا أخذت شريحة أفقية يكون التكامل دي واي. فالآن نأخذ شريحة في المنطقة رأسية، الشريحة هذه عبارة عن فكرتها هي مستطيل. مستطيل، المستطيل هذا عندي طول وعرض، العرض اللي هو الدي اكس والارتفاع هو الواي. فالآن أنا أبغى مساحة المستطيل الموجود فقط في المنطقة المظللة، المنطقة الصفراء. فعندي الآن ألاحظ عندي مستطيلين، المستطيل الأول اللي هو الكبير من عند إكس تربيع إلى محور الإكس، هذا ارتفاعه هو الواي، هذا الواي 1، الواي 1 اللي هي الاكس تربيع. وعندي المستطيل هذا ارتفاعه واي 2 يساوي اكس تكعيب. فأنا أبغى مساحة المستطيل اللي داخل المنطقة المظللة ارتفاعه هو عبارة عن الارتفاع y1 ناقص الارتفاع y2. أعطاني الآن ارتفاع المستطيل اللي موجود في المنطقة المظللة. طبعا
العرض دي اكس في كل المستطيلات. إذا الآن هذا اللي حصلت عليه هو مساحة المستطيل الموجود في المنطقة المظللة، وأنا بإمكاني أرسم مستطيلات لا نهائية في المنطقة وأجمع مساحاتها يعطيني مساحة المنطقة المظللة كلها. تجميع المساحات المستطيلات اللانهائية هو مجموع ريمان، ومجموع ريمان هو تكامل محدد، تكامل المحدد الإكس تتحرك في المنطقة من الزيرو إلى الإكس هذه، الإكس هذه اللي هي مجهولة اللي هي حدث عندها تقاطع المنحنين. فأنا عشان أجيب نقاط التقاطع أساوي المنحنين ببعض، الإكس تكعيب الإكس تربيع، وأخلي المعادلة صفرية وأخذ إكس تربيع مشترك يبقى داخل قوس إكس ناقص واحد يساوي زيرو، إكس تربيع يساوي زيرو يعطي الإكس يساوي زيرو والإكس يساوي واحد. إذا نقاط التقاطع إكس فعلا هنا زيرو وهنا الإكس واحد، فصار عندي التكامل من 0 إلى 1. هذا التكامل يعطيني مساحة المنطقة الصفراء المظللة. فعوض الـ A تساوي تكامل من 0 إلى 1 الـ Y1، الـ Y1 هي X تربيع ناقص الـ Y2 X تكعيب، وأحسب التكامل هذا يعطيني المساحة. طلع الجواب 1/12 وحدة مساحة area unit. بإمكاني أستخدم شريحة أفقية أستخدم شريحة أفقية إذا كان شريحة أفقية يكون التكامل دي واي الشريحة الأفقية. عندنا الشريحة الآن، هذه الشريحة عبارة عن مستطيل، طبعا الشريحة أخذها أرسمها إلى محور الواي في هالحالة. العرض هذا الصغير هو دي واي، وأنا أبغى فقط المساحة الشريحة لداخل المنطقة المظللة. فيكون عندي الآن مستطيلين، المستطيل الأول من المنحنى الأحمر، والآن هذا المسافة هذه هي عبارة الآن صارت إكس، ممكن أسميها X1. X1 اللي على المنحنى الأحمر، فمن هنا أجيب الإكس، الإكس هنا تساوي الجذر الثالث لـ Y. وبعدين عندي المسافة هذه هي X2 اللي واقعة على المنحنى الأزرق، فأجيب الإكس من المعادلة هنا يساوي الجذر التربيع الواي، فيصير الارتفاع اللي يبغاه في المساحة المنطقة المظللة هو عبارة عن الإكس 1 ناقص الإكس 2، أما العرض هو دي واي في كل المستطيلات. فبالتالي يصير عندي
مساحة الشريحة الموجودة الأفقية هذه عبارة عن الـ X1 ناقص الـ X2، والعرض هو ديوا. ونفس الفكرة، هذا مساحة المستطيل واحد، وأنا ممكن أرسم مستطيلات لا نهائية في المنطقة المظللة وأجمع مساحاتها. ليجمع لي مساحاتها هو طبعا مفهوم مجموع ريمان اللي هو التكامل المحدد. التكامل المحدد، أنا الآن دي واي، إذا نجيب حدود التكامل بالنسبة لواي، فهنا واضح الواي تبدأ من الزيرو إلى الواي، هذه مجهولة. كيف أجيب الواي هذه؟ أساوي الجذر الثالث لواي بالجذر التربيعي لواي. حتى أتخلص من الكسور هذه، عفوا أتخلص من الجذور، ممكن أرفع الطرفين الأس 6، فهنا يطلع واي تربيع وهنا يطلع واي تفعيل، وأخلي المعادلة صفرية وأخذ واي تربيع مشترك، يبقى واحد ناقص واي يساوي زيرو. فطلع عندي الواي يساوي زيرو والواي يساوي واحد. إذا فعلا هنا الواي زيرو وهنا الواي واحد، فأصبحت الآن حدود التكامل من زيرو الواي إلى واحد، وعوض من زيرو الواحد الإكس ون هي هو على الأحمر الجذر الثالث الواي ناقص الإكس 2 هو الجذر واي واي، وكامل واي أس ثلث تكاملها واي أس 4/3 على 4/3، يعني 3/4 ناقص واي أس نص تكاملها واي أس 3/2 على 3/2، يعني 2/3، حدود تكامل صفر الواحد. عوض بالحدود مكان الواي 3/4، طبعا 1 أس 4/3 بواحد ناقص 2/3 وواحد أس 3/2 بواحد ناقص، التعويض بالزيرو يطلع زيرو ناقص زيرو، يطلع 3/4 ناقص 2/3 يساوي 9 ناقص 2/4 8 على 4/3 12 يساوي 1/12. طلع نفس الجواب الأول في حالة أن أخذنا شريحة رأسية. السؤال اللي بعد 14، أيضا نبغى نرسم المنطقة ونوجد مساحتها. إكس يساوي واي تربيع، إكس يساوي تربيع هذا قطع مكافئ بارابولا، طبعا بارابولا لأنه أحد المتغيرين أس واحد والآخر أس اثنين يكون على طول بارابولا. عشان أجيب رأسه أحوله للشكل القياسي اللي هو شكل قياسي إكس ناقص عدد يعني زيرو، والقوس حط واي ناقص زيرو الكل تربيع، هذا الشكل القياسي. يصير الفيرتكس الرأس زيرو وزيرو. الآن التربيع على الواي وقوس الواي موجب يكون القطع مفتوح لليمين، هذا هو. إكس ناقص واي يساوي اثنين، الإكس أس واحد والواي أس واحد على طول يكون هذا لاين، واللاين حتى نرسم اللاين نعين نقطتين، نضع مثلا الإكس بزيرو، نضع الإكس بزيرو
يطلع الواي سالب 2. نضع مثلا الاكس ب2 يطلع الواي 0، تكون النقطة 0 ماينس 2، والنقطة الثانية الاكس 2 والواي 0. فهنا 0 0 هذا الزيرو على الاكس، وننزل للناقص 2 هذا نقطة 0 ماينس 2، بعدين 2 0 2 على الاكس، والواي على محور الاكس يكون النقطة الثانية 2 و0. أوصل بين النقطتين بمسطرة أو باليد على شكل خط مستقيم. الآن أنا وجدت منطقة محصورة بين المنحنين اللي هي المنطقة هذه. هذه المنطقة نبغى مساحتها. الآن حتى أجيب مساحتها أمامي خيارين، إما آخذ شريحة رأسية في المنطقة أو آخذ شريحة أفقية. لو أخذت شريحة رأسية، لو أخذت شريحة رأسية في المنطقة المظللة، ألاحظ أنه هنا عند النقطة الفاصلة هذه بيصير فيه تغير في وضع الشريحتين. يعني هنا على يسار الخط الفاصل هذا الشريحة هذه وضعها، لاحظ ارتفاعها جاي من المنحنى الأزرق طرفي الشريحة. بعد الخط الفاصل يمين ألاحظ أن الشريحة تغير وضعها، صار ارتفاعها جاي من المنحنى الأزرق واللاين، ففي تغير في تغير في وضع الشريحة. يعني بمعنى أن المساحة الكلية لازم أحسبها بشكل إني أجزئ المنطقة إلى جزئين، لأن المنطقة اللي على يسار الخط الفاصل وضعها أو طبيعتها تختلف عن المنطقة اللي في على يمين الحد الفاصل. فهنا بيصير عندي منطقتين R1 و R2. إذا المساحة الكلية تساوي المساحة الأولى اتحاد المساحة الثانية، وأحسب المساحة المنطقة الأولى يعني الأريا تساوي A1 زائد A2. الـ A1 الـ A1 هتكون شريحة رأسية معناتها dx، و لا إذا وأجيب الارتفاع لازم أجيب المعادلة المنحنى هذا أجيبه على شكل واي تساوي واي تساوي. فهنا من المعادلة هذه لو جبنا الواي، الواي تساوي قيمتين زائد وناقص جذر اكس، اللي فوق الفرع هذا اللي فوق واي يساوي جذر اكس. الفرع اللي تحت واي يساوي سالب جذر اكس. طبعا العرض دي اكس يصير الان الاي تساوي الاريا الاولى اريا 1 تكامل في الحدود. راح نشوف الحدود الان بعد شوي كيف نجيب الحدود. طبعا واضح الحد السفلي زيرو، نشوف بعد شوي كيف نجيب الحد العلوي اللي هو الاكس هذه حد الفاصل.
طيب هنا الارتفاع الأول جذر إكس ناقص الارتفاع الثاني اللي هو ناقص جذر إكس. هذه المساحة الأولى. المساحة الثانية الحد السفلي للإكس طبعا مجهول هو نفسه إلى أن نصل إلى الإكس هذه. أيضا هذه مجهولة وبعد شيء نشوف كيف نجيبها. هنا الآن لما نجي هنا للشريحة على يمين الحد الفاصل الشريحة هذه لاحظ الارتفاع اللي فوق y1 اللي هو جذر اكس ناقص الارتفاع هذا اللي هو تبع الخط المستقيم اجيب الواي، الواي تساوي من الخط المستقيم الواي تساوي اكس ناقص 2 اكس. طبعا انتبه للاقوى للاشاره السالبه اكس ناقص 2 دي اكس. طيب يصير عندي الان المساحه تساوي جذر اكس ناقص ناقص يصير 2 جذر اكس تكامل. الان اجيب التقاطع. هنا عندي جذر اكس، الجذر اكس اساويها بإكس ناقص 2 عشان نطلع حدود التكامل بالإكس. طبعا هنا في عندي جذر أضطر إني أربع الطرفين، أربع الطرفين يطلع عندي إكس وربع الطرف اليمين إكس تربيع ناقص 4x زائد 4 وتصير المعادلة x تربيع ناقص 5x زائد 4 يساوي 0. أحلل x ناقص 4 x ناقص 1 يساوي 0، يعني ال x تساوي 4 وال x يساوي 1. فعلا هنا الاكس واحد خلاص جبنا هذا صار واحد والاكس هذه صارت أربعة وصار التكامل من صفر إلى واحد زائد تكامل من واحد إلى أربعة. هنا جذر اكس ناقص اكس زائد 2 وحل التكاملين 2 اكس اس 3 على 2 في 2 على 3 يصير 4 على 3 والحدود من 0 الى 1 زائد كامل التكامل اوجد التكامل الثاني اكس اس 3 على 2 2 على 3 اكس اس 3 على 2 ناقص اكس تربيع على 2 زائد 2 والحدود من 1 الى 4. عوض بالحدود 4 على 3 عوض الزير وروح زائد عوض بالأربعة 2 على 3 4 أس 3 على 2 ناقص 4 تربيع 16 على 2 8 زائد 8 ناقص وافتح قوس عوض بالون 2 على 3 ناقص نص زائد 2 يساوي 4 على 3 زائد 2 على 3 الجذر التربيعي لأربعة تربيع الجذر عفوا الجذر التربيعي لأربعة تكعيب يطلع 8 8
من الثمانية مع الثمانية ناقص اثنين على ثلاثة زائد نص ناقص اثنين. هنا الكسور، بالنسبة للكسور هذه المقامات الموحدة اجمع البسط والبسط والبسط يطلع 4 زائد 16 20، 20 ناقص 2 18 على 3 6 18 على 3 6 ناقص 2 زائد نص 4 زائد نص 1 مقامات 8 زائد 1 على 2 يساوي 9 على 2. نفس الجواب لو أخذنا شريحة أفقية. فتلاحظ هنا لما ناخذ شريحة رأسية بضطر أسوي تقسيم للمنطقة، وإذا قسمت المنطقة معناته بيصير عندي أكثر من تكامل. ممكن التقسيم يصير 3 مناطق، هنا في السؤال منطقتين، فيصير عندي تكاملين. أحسب كل تكامل على حدة، المساحة الكلية يساوي مجموع المساحة اليسرى زائد مجموع مع المساحة اليمنى. فالحل طويل. هذا إذا أخذنا شريحة رأسية، طبعا حل صحيح. طيب ناخذ نجرب الشريحة الأفقية، هل بيصير في تقسيم ولا لا؟ لو أخذنا شريحة في المنطقة المظللة، لو أخذنا شريحة بالشكل الآن عرض الشريحة ديوال، المسافة الصغيرة هذه ديوال، الارتفاع هو عبارة عن المسافة من اللاين اللي هو X1 وناقص المسافة من المنحنى اللي هو البارابولا هذه X2. فبيصير الآن X1 ناقص X2 هذا يعطينا ارتفاع الشريحة. طبعا العرض حقها DY، هذه مساحة الشريحة اللي داخل المنطقة، أنا أخذت الفرق. ودي واي يعني حدود تكامل حدود الواي. الواي هنا تبدأ من هنا وتنتهي هنا، حتى أحسب الواي هذه والواي هذه طبعا أساوي المعادلات كإكس وإكس، فواي تربيع أساويها بالإكس فوق تساوي واي زائد 2، وخلي المعادلة صفرية وحلل معادلة الدرجة الثانية، أو استخدم المميز أو الحاسبة يطلع واي ناقص 2 واي زائد 1، يعني الواي طلعت 2 والواي الثانية سالب 1. إذن هذه الواي سالب 1 وهذه الواي 2. طلعنا الآن حدود التكامل من سالب 1 إلى 2، هذا التكامل يعطيني الاريا. أعوض الاي تساوي سالب 1 إلى 2، الإكس 1 اللي هو اللي تبع الخط
الإكس الخط يساوي واي زائد 2 ناقص الإكس البارابولا واي تربيع. لاحظ الأريا حسب الآن نوجدها بتكامل واحد، لأن الآن لو الشريحة الحمراء حركناها فوق أو تحت، تخيل أنها تتحرك فوق وتحت، وخلي عينك على طرفي الشريحة اللي هو الطرف هذا وهذا، يعني الآن طرفي الشريحة، وطبعا هاي يمثل عندي الارتفاعين. هذه الشريحة تخيلها تتحرك فوق المنطقة على مد... في المنطقة تتحرك في المنطقة أعلى وأسفل، تلاحظ أن طرفي الشريحة ما تغيروا، الدالتين نفسهم، الإكس الخط يساوي واي زائد 2 والإكس البارابولا إكس يساوي واي تربيع، ما تغير، ما تغيرت طرفي الشريحة، معناته ما عندي تقسيم للمنطقة، ومعناته ما في تقسيم للمنطقة، يعني بحسب تكامل واحد يعطيني المساحة الإجمالية اللي هو التكامل هذا. الآن التكامل هذا أحسبه، واي بالنسبة لواي التكامل واي تربيع على 2 زائد 2 واي ناقص واي تكعيب على 3 والحدود من سالب 1 إلى 2 يساوي، عوض بالحدود، 4 على 2 2 زائد 4 ناقص 8 على 3 ناقص، وافتح قوس، عوض بالسالب 1 نص ناقص 2، عوض بالسالب 1 يطلع ثلث، 2 و4 6 ناقص 8 على 3، وبعدين أضرب السالب في القوس، سالب نص زائد 2 ناقص ثلث، هنا عندي 6 وزاد 2 8، وعندي الكسر هذا وهذا ينجمعون، يصير ناقص 9 على 3 يعني ناقص 3 ناقص نص، 8 ناقص 3 5 ناقص نص، يصير أوحد مقامات، 10 ناقص 1 على 2 يساوي 9 على 2 وحدة مربعة. فلاحظ أن طريقة أخذ الشريحة أفقية أفضل وأسهل وأقصر في الوقت من أن أخذ شريحة رأسية. طبعا في مناطق ممكن لو أخذت شريحة رأسية أو أخذت شريحة أفقية في التقسيم في الحالتين، يعني على حسب المنطقة، وفي مناطق ممكن تأخذ شريحة رأسية أو أفقية مثل السؤال الأول ما في التقسيم للمنطقة، وفي مناطق لا، لو أخذت شريحة رأسية أو أفقية واحدة تطلع فيها تقسيم واحدة ما تطلع، طبعا أفضل لك تأخذ الشريحة اللي ما تقسم المنطقة، يعني تعطيني تكامل واحد يعطيني المساحة المنطقة. السؤال 28، واي يساوي واحد ناقص اكس تربيع، هذا الواي أسه واحد والاكس أسه اثنين، إذا بارابولا، حتى أجيب الرأس والفتحة وين، حول للشكل القياسي، الشكل القياسي أنقل الواحد، واي ناقص واحد بعدين ناقص الاكس تربيع، أكتبها اكس ناقص زيرو الكل تربيع، فهذا الآن بارابولا، الفيرتكس الراس حق الزيرو وون، والتربيع على الاكس والقوس حق الاكس اللي هو المربع سالب، معناته انه القطع مفتوح لاسفل، اذا كان التربيع على الاكس والقوس اشارته سالبه مفتوح لاسفل، فهذا هو البارابولا زيرو ون، هذا زيرو ون الراس ومفتوح لأسفل. المعادلة الثانية، واي يساوي اكس ناقص واحد، الواي أس واحد والاكس أس واحد على طول يصير لاين، واللاين حتى أجيب
رسمته عين نقطتين، أضع مثلا الإكس زيرو يطلع الواي واحد، يعني النقطة زيرو واحد أو سالب واحد. زيرو ماينس ون، أضع الإكس بون يطلع الواي زيرو، ون زيرو. فهنا زيرو زيرو الإكس والواي سالب واحد، زيرو سالب واحد، هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية ون الإكس والواي زيرو النقطة الثانية، وأوصل بين النقطتين على شكل خط مستقيم في منطقة محصورة بينهما اللي هي المنطقة هذه. هذه المنطقة المظللة المحصورة بين المنحنيين نريد إيجاد مساحتها. طيب الآن إيجاد المساحة عندي خيارين، أما أخذ شريحة رأسية أو شريحة أفقية. لو أخذنا شريحة أفقية بيصير في تقسيم المنطقة، لأن في حد فاصل هذا الواي. فلاحظ لو هنا أخذ الشريحة فوق، ولو أخذت شريحة هنا لاحظ الشريحة فوق طرفي الشريحة، طبعا هتكون طرفي الشريحة إكس وإكس، إكس هنا غير إكس هنا، إكس هنا تساوي طبعا نجيبها من معادلة القطع، إكس تربيع تساوي واحد ناقص واي، يعني الإكس تساوي زاد وناقص جذر واحد ناقص واي. هنا الإكس مو الجانب الأيمن، إكس موجب جذر واحد ناقص واي، وهنا الإكس سالب واحد جذر واحد ناقص واي. الشريحة اللي أسفل الحد الفاصل طرفي الشريحة هذه وهذه، هنا الإكس هذه تبع الخط المستقيم، إكس تساوي واي زائد واحد، وهنا الإكس تساوي سالب جذر واحد ناقص. فلاحظ الشريحة اللي فوق طبيعتها تختلف عن اللي تحت، لأن طرف الشريحة اللي فوق غير طرف الشريحة اللي تحت، يعني مش بالضبط، مش دالتين، يعني في أكثر من دالتين، في 3 دوال. إذن لازم أقسم المنطقة المظللة إلى جزئين، الجزء الأول اللي فوق الحد الفاصل R1، والجزء الثاني اللي حد اللي تحت الحد الفاصل R2، وأجيب المساحة، يصير المساحة الكلية R. المنطقة عبارة عن قسمت المنطقة إلى R1 اتحاد R2، يعني المساحة الكلية تساوي الأريا of R1 زائد الأريا of R2. الـ A1 المساحة مثلا اللي فوق عندي، طبعا هو الشريحة أفقية، يعني دي واي فيكون عندي، طبعا فوق واضح الحدود موجودة من زيرو إلى هنا، طبعا الرأس قلنا 1، بعدين
طبعا عرض الشريحة هو دي واي، ارتفاعها هو جذر واحد ناقص واي ناقص ناقص جذر واحد ناقص واي، ودي واي اللي هو عرض الشريحة، زائد بالنسبة للشريحة اللي أسفل التكامل الحدود يبدأ من الواي هذه طبعا مجهولة، هذه طبعا كيف أجيبها؟ هذا تقاطع وحدث عندها تقاطع البارابولا باللاين، فراح أساوي البارابولا اللي هو طبعا بالسالب، لأنه هنا الإكس تساوي ناقص جذر واحد ناقص واي، أسويها بالإكس حقة اللاين واي زائد واحد، وبما أن في جذر راح أضطر إني أربع الطرفين، يطلع واحد ناقص واي وربع هنا واي تربيع زائد اثنين واي زائد واحد، يروح الواحد مع الواحد، وأخلي المعادلة صفرية يطلع لي زيرو يساوي واي تربيع زائد ثلاثة واي، وأخذ واي مشترك يصير واي زائد ثلاثة، يعني الواي تطلع زيرو والواي سالب ثلاثة، يعني يتقاطعون، هما فعلا يتقاطعون عند الحد الفاصل اللي هو زيرو، الواي زيرو والواي سالب ثلاثة، يعني هنا الواي سالب ثلاثة، بيكون الآن الأريا 2 هي من سالب ثلاثة إلى الحد الفاصل اللي هو زيرو. بالنسبة للشريحة اللي أسفل ارتفاعها هو اليمين، اليمين اللي هو الإكس الخط المستقيم واي زائد واحد ناقص المسافة الصغيرة اللي هي تبع البارابولا، لكن هاي هي ناقص جذر واحد ناقص واحد دي واحد. طيب يساوي تكامل زير واحد هنا اثنين جذر واحد ناقص واي دي واي زائد تكامل من سالب ثلاثة إلى صفر واي زائد واحد زائد جذر واحد ناقص واي دي واي. أكامل يساوي هنا تكامل هذا الجذر يطلع تكامله واحد ناقص واي أس ثلاثة على اثنين، اثنين على ثلاثة يصير أربعة على ثلاثة، وعندي فيه سالب من زيرو الواحد، هنا كامل واي تربيع على اثنين زائد واي ناقص اثنين على ثلاثة واحد ناقص واي أس ثلاثة على اثنين، الحدود من سالب ثلاثة إلى صفر، عوض بالحدود تعوض بالواحد يروح زيرو، عوض بالزيرو يطلع واحد سالب أربعة على ثلاثة، بعدين هنا عوض بالزيرو زيرو زيرو هنا ناقص اثنين على ثلاثة يعني هنا بيطلع موجب، لأن القانون في سالب وعندي سالب، هنا
عوضنا بالزيرو يطلع 3 × 3، بعدين ناقص عوض الحين بسالب 3، 9 على 2 سالب 3، عوض بسالب 3 هنا يطلع لي 1 زائد 3 4، 4 أس 3 على 2 جذر التربيعي ل 64 اللي هو 8، يعني ناقص 2 على 3 في 8. طيب يصير هنا عندي 4 ناقص 2، 2 على 3 ناقص 9 على 2 زائد 3 ناقص 16 على 3. يساوي 3 ناقص 9 على 2، 2 ناقص 16 ناقص 14، على 3 يصير هنا 6 ناقص 9، يمكن يكون في خطأ لأنه هنا بيطلع الجواب سالب. نعيد الحل. قلنا الأولى من 0 إلى 1 جذر 1 ناقص هاي ناقص جذر 1 ناقص هاي يصير 2 جذر 1 ناقص هاي دي واي من 0 إلى 1. التكامل الثاني الحدود، طبعا سوينا إكس يساوي واي زائد 1 بي إكس يساوي الجذر، ربعنا الطرفين راح الواحد مع الواحد، بعدين هنا واي تربيع زائد 3 واي يساوي 0، خذنا واي مشترك طلع الواي 0 سالب 3، حدود من سالب 3 إلى 0. طبعا أنا أبغى لا هنا نعم هنا بلس، هذه بلس ليش؟ لأنه هنا أنا أبغى ارتفاع الشريحة هذه كاملا، هو عبارة عن المسافة هذه اللي هي إكس تبع اللاين، إكس يساوي واي زائد 1 بلس المسافة هذه اللي هي سالب،
الجذر واحد نفسه، إذن هنا بلس، وبالتالي بيكون هنا هذه ماينس، وإذا حسبنا التكامل طبعا بيصير هنا في بلس، وهنا إذا عوضنا بالزيرو بيطلع هذه بلس ماينس، هنا عوضنا بالسالب 3 فعلا 9 على 2 ناقص 3 هذه بلس. هنا 6 4 زائد 2 6 على 3 2 ناقص 9 على 3 وهذه راح تكون بلس. هنا ناقص 9 على 2 طبعا إذا عوضنا بالزيرو بيطلع انتهينا منه، إذا عوضنا بالسالب 3 9 على 2 زائد ناقص 3 هنا 4 6 على 3 2 ناقص 9 على 2 زائد 3 موجب أن يطرح هذه سالب موجب سالب. يطلع 5 ناقص 9 على 2 ناقص 16 على 3 يطلع 10 ناقص 9 1 على 2 ناقص 16 على 3 تربيع ونجح. هنا إذا عوضنا بالواحد زيرو بعدين ناقص الناقص موجب 4 على 3 عوضنا بالزيرو بعدين نجي للحد الثاني عوضنا بالزيرو زيرو زيرو هنا 2 على 3
ناقص بعدين نعوض بالسالب 3، 9 على 2 ناقص 3 زائد 2 على 3 الجذر التربيعي لأربعة تكعيب يعني 8، 4 و 2 6 على 3 ناقص 10 على 2 3 ناقص 16 على 3 طلع 2 على 3 5 ناقص 10 على 2 ناقص 16 على 3 10 ناقص 9 1 على 2 ناقص 16 على 3 يطلع 3 ناقص في خطأ في مكان ما مفترض طلع الجواب نفس الجواب هذه شريحة فوقية لكن الشريحة الرأسية بالشكل هذا الشريحة الرأسية طبعا تكامل دي اكس العرض اللي هو دي اكس هذه المسافة الصغيرة دي اكس الارتفاع هو المسافة هذه مع زاد المسافة هذه المسافة اللي فوق هي تبع البرابولا واحد ناقص اكس تربيع الواي المسافة هذه تبع الخط المستقيم واي تساوي فهنا واي واحد ناقص اكس تربيع ناقص اللي هو واحد ناقص اكس هذا الارتفاع دي اكس والحدود طبعا هو اوجد الحدود ساوي واحد ناقص اكس تربيع في اكس ناقص واحد ساوي واحد بعض اكس تربيع خلي المعادلة صفرية اكس تربيع ناقص اكس وبعدين ناقص اثنين وحلل الى قوسين طلع اكس يساوي ناقص اثنين هذه اكس يساوي ناقص اثنين وإكس يساوي واحد قاطع عند السالب اثنين وواحد وحسب التكامل تكامل الواحد أو هنا في عندي الواحد يروح مع الواحد يبقى ناقص إكس تربيع زائد إكس يطلع ناقص اكس تركعيب على 3 زائد اكس تربيع على 2 هنا عفوا هنا اكس ناقص 1 اكس ناقص 1 هذه اكس ناقص 1
ناقص إكس تربيع ناقص إكس زائد 2 أكامل، ناقص إكس تكعيب على 3 ناقص إكس تربيع على 2 زائد 2 إكس، والحدود من سالب 2 إلى 1. عوض بالحدود مكان الإكس، سالب ثلث ناقص نص زائد 2 ناقص افتح قوس، عوض بالسالب 2 يطلع 8 على 3 ناقص نص ناقص 4، يطلع السالب ثلث سالب نص زائد 2 ناقص 8 على 3 زائد نص زائد 4، النص مع النص، وهذا وهذا ينجمعون يصير سالب 3 نعوض بالواحد يطلع سالب ثلث سالب نص زائد 2 ناقص، عوضنا بعدين بالسالب 2، سالب 2 تكعيب سالب 8، السالب 8 على 3، عوض من سالب 2 4، 4 على 2 هنا هذه 2، هذه 2 هنا سالب نص زائد 2 ناقص 8 على 3، بعدين هذه ناقص 6 زائد 6، يطلع عندنا هذا هذا وهذا، يطلع جواب السالب 3 زائد 2 زائد 6 ناقص نص، 8 و6، 8 و2 10، 10 8 هنا قلنا ناقص 3 زائد 2 زائد 6، ناقص 10 ناقص 7 ناقص نص، 14 ناقص 1 13، ربما أيضا هذا الجواب غلط. السؤال 31 هنا أعطاني اف اكس يساوي 6 ناقص 3 اكس تربيع، الاف اكس طبعا ممكن تكتبها كواي، فاكتب على الشكل القياسي واي ناقص 6 يساوي ناقص 3 إكس ناقص زيرو تربيع، طبعا هذا بارابولا لأن الواي أسه 1 والإكس أسه 2، بارابولا أجيب الرأس حقه، كتبته على شكل قياسي إذا أقدر أجيب الرأس 0 و6 ومفتوح لأسفل لأن التربيع على الإكس والإشارة سالب، فعلا هذا الرأس 0 6. هذا طبعا ممكن تكتبها واي تساوي، واي تساوي 3 اكس، الواي اسه 1 والاكس اسه 1 لاين، واللاين حتى نرسمه
هاي النقطتين حط اكس بصفر يطلع واي صفر، حط اكس بواحد يطلع الواي ثلاثة. زيرو زيرو وان ثري، زيرو زيرو وان ثري، هذا الزيرو زيرو والون، هذا الون، هذا الثري، نوصل بين. حصلنا على منطقة محصورة بين المنحنين، المنطقة هذه نريد مساحتها. طبعا الأسهل الشريحة هنا اللي ما تسوي تقسيم، الشريحة الرأسية، ليش؟ لأنك لو نظرت لطرفي الشريحة تلقى طرف الشريحة اللي فوق واي تساوي البارابولا 6 ناقص 3 اكس تربيع، طرف الشريحة الأسفل واي تساوي 3 اكس. حرك الشريحة هذه يمينا أو يسارا على طول المنطقة، تلاحظ أن طرف الشريحة اللي فوق وتحت ما تغير، بارابولا واي تساوي 6 ناقص 3 اكس تربيع، والسفلي واي تساوي 3 اكس اللاين، يعني ما في تقسيم للمنطق. فيصير تكامل واحد، وهو الحل الموجود أمامكم. طبعا عرض الشريحة دي اكس، هذا دي اكس، أو عفوا الشريحة الرأسية، نعم لا تسوي تقسيم للمنطق، لأنه يعني في حد فاصل هنا، هذا الحد الفاصل، لأن هنا طرف الواي هنا تساوي 6 ناقص 3 إكس تربيع، وهنا الواي تساوي 3 إكس، هذا على يسار الحد الفاصل، بينما على يمين الحد الفاصل الواي تساوي هنا 6 ناقص 3 إكس تربيع، والواي هنا تساوي 3 إكس. ما في حاجة لهذا الحل، ما في التقسيم، لأن الواي الحد العلوي طرف الشريحة اللي فوق ستة ناقص ثلاثة إكس تربيع، وهنا ثلاثة إكس، هنا يعني هنا في الحد اليسار. طبعا لابد نجيب حدود التكامل، من 6 ناقص 3 اكس تربيع ناقص 3 اكس، الحدود طبعا هنا اسويهم بعض، طلع حدود التكامل 6 ناقص 3 اكس تربيع يساوي 3 اكس، خليها 3 اكس، خليها صفرية، واقسم على 3 يطلع اكس تربيع يساوي 3 اكس ناقص 6 يساوي 0، نقسم على 3 معناتها هذه تصير اكس، وهذه 2،
اكس تربيع زائد اكس ناقص 2 يطلع اكس زائد 2 اكس ناقص 1، يعني الاكس سالب 2 اكس يساوي 1، هذا سالب 2 وهذه اكس يساوي 1. فهنا ناقص 2 إلى 0 دي إكس زائد تكامل من، يعني لو حسبنا ما في حاجة لي جزئين، لأن من لو حسبنا من ناقص 2 إلى 1 مباشرة، عفوا أنا نسيت موضوع الفترة، وقال لي الفترة، فعندي الآن وقال لي الفترة من 0 إلى إكس يساوي 2، هذا إكس يساوي 2 هذا، وهذا إكس يساوي 0، فصار عندي منطقتين، المنطقة هذه، لأنه أحيانا يعطيك أحيانا حدود تحكم في حدود الإكس، المنطقة هذه، فهنا صار عندي منطقتين، منطقتين أبغى مساحة منطقتين، المنطقة الأولى هذه R1 هذه R2، بالنسبة لل R1 المساحة الكلية تساوي area of R1 زائد area of R2، A1 الحدود تكامل من 0 إلى 1، وطبعا أفضل آخذ شريحة رأسية، هنا الشريحة الرأسية الارتفاع البعيد عن محور الإكس هو y1 اللي هو 6 ناقص 3 إكس تربيع ناقص الارتفاع القريب من محور الإكس اللي هو الواي يساوي 3 إكس، زائد تكامل المساحة الثانية من 1 إلى طبعا 2، أنا قال لي 2، وهنا عندي لو أخذت الشريحة الرأسية الآن أصبح انعكست الآية، صار الارتفاع البعيد عن محور الإكس هو الخط 3X ناقص الارتفاع هذا اللي هو حق البارابولا، لكن لازم أحط قوس لأنه مكون من حدين، وأحسب التكاملي، فطلع الجواب النهائي 9. طبعا لو باخذ شريحة أفقية راح يكون عندي 4 تكاملات، 4 تكاملات، ليش؟ لأنه هنا
لاحظ لو جينا الار 1 ابغى احسب مساحتها باستخدام شريحه افقيه، فعندي حد فاصل هنا، شريحه هنا غير الشريحه هنا، يعني طرف الشريحه هنا اكثر من دالتين، فراح احسب مساحه الاولى اللي فوق الخط الفاصل واحسب مساحه المنطقه اللي تحت الخط الفاصل، يعني بيصير الـ A1 تكاملين. بالنسبة للـ R2 أيضا في خط فاصل هذا، فهنا الشريحة فوقية وهنا الشريحة تحت الخط الفاصل، هنا الشريحة هنا تختلف عن الشريحة اللي تحت، بيصير الـ A2 المساحة المنطقة R2 أيضا مجموع تكاملين. صار عندك التكاملات عددها كلها الإجمالي 4. ف بصير سؤال طويل حله لو استخدمنا طريقة الشريحة الأفقية، يعني D1. لكن الشريحة الرأسية، لاحظ الشريحة الرأسية ما عندي إلا تكاملين، طبعا ما أقدر لأن المنطقتين مختلفات، في منطقة يسار في منطقة يمين.